السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة الكاميرا العيادي. معكم في هذا الفيديو هذا لرصد آخر الإحصائيات ديال كوفيد 19 الخاصة بالمملكة المغربية ليوم 3 يونيو 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 7922 حالة، أي بزيادة 56 حالة في 24 ساعة هذه. الحالات المستبعدة 239902 الحالات، أي بزيادة 13117 حالة في 24 ساعة هذه. المتعافون 6866، أي بزيادة 456 حالة في 24 ساعة هذه. الوفيات الحمد لله إلى حد الساعة مستقرة في 206 حالة في 24 ساعة هذه، لم تسجل فيها أي حالة وفاة جديدة. الحالات التي تتلقى العلاج 850 حالة. بالنسبة للتوزيع الجهوي للإصابات الجديدة في 24 ساعة هذه، جهة الدار البيضاء 16 زيادة 19 حالة في 24 ساعة الماضية. جهة طنجة تطوان عرفت زيادة ديال 16 الحالة في 24 ساعة هذه. جهة مراكش أسفي عرفت زيادة ديال 13 الحالة في 24 ساعة هذه. جهة الرباط سلا القنيطرة عرفت زيادة ديال 6 الحالات في 24 ساعة هذه. جهة فاس مكناس عرفت زيادة ديال حالتين في 24 ساعة هذه. أما باقي الجهات فالحمد لله لم تسجل فيها أي حالة. الله يشفي الجميع.